أيها الإخوة الكرام والأخوات المؤمنات، عشنا شهرين كاملين مع الإمام الحسين عليه السلام ومع الأئمة الهداة من أهل البيت، مع سيرتهم وتاريخهم وأدوارهم وما جرى عليهم، مع تلك السيرة الطاهرة والمواقف الخالدة، مع ذلك العطاء، مع كل ذلك العطاء الذي قدمه أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، مع مدرسة الإمام الحسين، منبر عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. ولا شك والحمد لله أننا قد استفدنا من حضور تلك المجالس ومزاحمة تلك المآتم، وإن شاء الله استفدنا ولاء، استفدنا تمسكا بأهل البيت، واستفدنا ارتباطا بالله سبحانه وتعالى، وأثلجنا قلب رسول الله صلى الله عليه وآله بمواساته في أهل بيته وعترته. أسأل الله أن يكتب لنا بذلك الأجر والثواب، ويجعلنا من المتمسكين بحبل ولاية آل محمد، ويجعلنا معهم في الدنيا والآخرة. وكما أيضا كذلك ينبغي بنا أن نحافظ على ما استفدنا من عطاء المنبر الحسيني ومن تلك الوجدانيات التي أثرت في نفوسنا، تلك العاطفة، ذلك الوجدان، ذلك الحب، ذلك الحب السيال الذي في الحقيقة جعلنا نحيا مع العترة الطاهرة، جعلنا نرتبط بهم ارتباط العاشق بالمعشوق، ليس ارتباط عقيدة فقط، ليس ارتباط دليل وبرهان، وإنما كذلك ارتباط بالحب. يعني عشقنا رسول الله وأهل بيته بالحب كذلك، وليس فقط بأنهم هم حجج الله على الخلق بالدليل والبرهان، بل توجنا ذلك البرهان وذلك الدليل بالحب والعشق الذي يجعل الإيمان ندياً، يجعل الإيمان ذا عطاء، يجعل الإيمان ذا بذل، يجعل الإيمان دائما حيا. ينبغي بنا أن نبقي تلك الحالة الإيمانية وذلك الحب في حياتنا ومسيرتنا وتمسكنا بحبل ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كما أننا نستقبل هذا الشهر المبارك، شهر ميلاد المصطفى وحفيده الإمام جعفر بن محمد الصادق، ينبغي بنا كذلك أن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله وبميلاده الأغر احتفاء كبيرا يليق بذلك المقام الشامخ. وظهرت بعض المظاهر للأسف لاحظتها، وخصوصا في اليومين الأخيرين من شهر صفر، بعض التصرفات أو لعلها ناشئة من بعض الأفكار الخاطئة ناتجة عن أن شهر صفر شهر نحس، وعلينا أن نتخلص من ذلك النحس. ببعض البعض كان يردد بعض الكلمات أو الأهازيج، أو يشعل نيران ويكسر بعض الفخاريات. تصرفات ما أنزل الله بها من سلطان، ينبغي أن نترك تلك العادات السيئة ولا نربي جيلنا على تلك العادات السيئة. وصلني
في الواتس مقطع فيديو أحد الأشخاص معه مجموعة من الأطفال الصغار، مجموعة كبيرة من الأطفال الصغار، وهو قد أشعل لهم نار وأحاطوا بها وهو يردد لهم أهازيج. لماذا هذه التربية؟ لماذا نربي جيلنا على هذه التربية الخاطئة ونلقنهم مفاهيم غير صحيحة؟ هذا خطأ، وينبغي أن لا تتكرر مثل تلك الأخطاء. شهر صفر هو كأي شهر من الشهور، يجري فيه ما يجري ويحدث فيه ما يحدث، وإذا كان قد حدث في شهر صفر وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، ففي شهر محرم قد جرى ما جرى على أهل البيت، فاجعة كربلاء الكبرى حدثت في شهر محرم، وشهر رمضان المبارك الأغر قتل فيه علي، وما أدراك ما علي في محراب صلاة. لأن ما في شهر نحب كثير محبوب لدى القلوب كشهر رمضان المبارك، وقد قتل فيه علي عليه السلام في محراب صلاة، وجرى فيه ما جرى. لا نأتي وننظر إلى أن هذا الشهر جرى فيه كذا وذاك الشهر جرى فيه كذا، كل الشهور قابلة أن يجري فيها ما يجري. أسأل الله أن يجعل علينا وعليكم هذا الشهر شهر سلامة وإسلام وأمن وإيمان، وأن يجعله علينا وعلى جميع المسلمين شهرا مفعما بالخيرات والبركات والمسرات.